السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك. عاوتاني جيتكم فيديو جديد. ومسدوش على التشكيكة وهادشي، راه يلاه مدوشة ومخليها شعري يرتاح. اليوم نهار الحد، ما كنبغيش نصاوبو، ما كنبغيش نحط لا مكياج، ما كنبغي ندير والو. بالنسبه لي الحد نهار داي اوف، ما كان كنا كلي بغيت، ما كاين ريجيم، ما كاين سبور، ما كاين خدمه، كنبقى النهار كامل في نموسيه. ويا ويل يا ويل اللي فيقني. المهم الماكله والنعاس، الماكله والنعاس. دايوغ دابا راه كنهضر معاكم وحاطه طبيسي لي حدايا، مره هكذا كنقلب، ما عرفتش شحال غنكون تزاديت. سيرتو كناكل داكشي اللي كوستو. مثلا اش قال لي راسي في هذا الحر، لافوكا والفرماج الاحمر، كل واحد فيه لي كالوري. واش غندير؟ كيقول لك خدمي السيمانه على نهار الحد، هي هادي نهار الحد ناكل اللي بغيت السيمانه كامله، نبقى نتقاتل في الصباح. المهم ما غنطولش عليكم. بالنسبه لاخر فيديو حطيتو كنهضر لكم فيه على واحد لابليكاسيون اللي هي باز بريك، اللي كتمكنك انك تربحي الانترنت عن طريق مشاهده ديال الاعلانات. هاد لابليكاسيون شرحتها قدامكم وكل شيء، كتخدم مزيان، كتقدر تشدي فلوس من باي بال. شفت دقيقه دونك هاد لابليكاسيون دونك هاد لابليكاسيون هادي، يا ربي نبدا، قولوا لي يا ربي تبدا. هاد لابليكاسيون هادي كتشاهدي فيها الاعلانات وكتربحي فيها الفلوس من باي بال. هي واحد لابليكاسيون اللي مضمونه 100%، واللي انا جربتها وخدمت بها وجيت عطيتها لكم. كاين ناس اللي خدمات لهم لابليكاسيون وشكروني مزيان، وكاين ناس اخرين اللي ما خدمتش لهم. وبالمناسبه الناس اللي عايشين في دول عربيه اخرى تقدروا تجربوها، قولوا لي واش خدمت لكم. والناس عاوتاني اللي عايشين في اوروبا امريكان وداكشي جربوها وردوا عليا. ولكن الناس اللي في المغرب ما خدمتش لهم لابليكاسيون، ما فهمتش علاش. جاني الكومونتير الاول الثاني. في الاول انا كان كيسحب ليا على حسب النوع ديال التليفون، يمكن حيت ايفون ما لقاوهاش، يمكن حيت ما عرفتش. انا في الاول كنت قلت وقيله غير الاندرويد اللي فيه. الوغ لا، هاد لابليكاسيون محبوسه في المغرب، يعني الناس كيقلبوا عليها ما كيلقاوهاش. صيفطات ليا بنت عمي هي الاولى، قالت لي سرار ما كنلقاهاش، عطيني ليا. ما عنديش كيفاش ندير نعطيها، حيت انا متليشارجيها من البلاي ستور. اختي لا ميم شوز، كومونتيرات في انستغرام، جاوني ناس هكذا هضروا معايا، ولكن ما بغاتش تخدم لهم لابليكاسيون. صافي قلت نشوف شنو المشكل. ايفيكتيفمون لابليكاسيون ممنوعه في المغرب، ماشي ممنوعه ولكن مبلوكينها صراحه. بزاف ديال لي زابليكاسيون دوماج، بزاف ديال الحوايج هكذا ديال الخدمه، لي زابليكاسيون اللي كيكونوا مزيانين بزاف وكيعاونوا الناس على الديفلوبمون بيرسونيل ديالهم وعلى انهم يخدموا، كنلقاوهم محبوسين في المغرب علاش الله اعلم. المهم انا ما غندخلش في هذه النقطه هذه، ولكن بقيت كنقلب لكم على البديل، على شي ابليكاسيون اللي تقدر دير نفس الخدمه ديال لابليكاسيون الاولى وتكون مطلوقه في المغرب ومطلوقه في الدول العربيه. لقيت هاد لابليكاسيون هادي، هاد لابليكاسيون سميتها اب نانا. علاش سميتها نانا؟ نانا او نانا او نانا، سميتها نانا حيت العمله اللي في هاد لابليكاسيون هما لي ناناز، مجموع ديال نانا وحده هما ناناز. كتتفرجي في الاشهارات في هاد لابليكاسيون، اولا عندك جوج ديال الحلول، يا اما غتفرجي في لي بوبليسيتي في الاشهارات، يا اما غتانستالي دي زابليكاسيون كتدخلهم شويه عندك كديزانستاليهم. هنايا في هاد لابليكاسيون هادي النقط كيختلفوا او لي نانا كيختلفوا. مثلا فاش غتبغي تختاري شي لعبه او اشهار، غيعطيوك مثلا الاشهار فيه 200 ناناس. اوكي كتفرجي في الاشهار كتوركي عليك كتجمعي 200 ديالك. اللعبه كتلقاي لعبه فيها مثلا 6800 ناناز، ماشي غتلعبيها، غتانستاليها عندك كتخرجيها. كاينه اللعبه اللي فيها 2000 ناناز، كاينه اللعبه اللي فيها 4000 ناناز. وكتبقاي انت غاده هكذا.
هاد لابليكاسيون هادي حتى هي كتجمعي فيها لي ناناز ديالك ومن بعد كتخرجيهم يا اما على حساب كارت كادو. كارت كادو غتقدري تشري به مثلا من امازون من بزاف ديال الحوايج وتقدري تخرجيها في باي بال. بالنسبه للناس ديال المغرب ما يمكنش لي هنا ما يمكنش لينا ليكم انا ما عايشاش في المغرب ولكن الناس ديال المغرب ما يمكنش ليهم انهم ياخذوها على حساب كارت كادو. داكشي علاش من الاحسن خذوها فلوس خرجوها في باي بال. شنو اخر هاد لابليكاسيون هادي منين كتدخلي ليها تقدري تدخلي واحد الانسان اخر. فاش كتدخلي هذاك الانسان كتعطيه واحد الكود انت كتبارينيه يعني كتعطيه واحد الكود وكتربحي 25000 ناناز الدخله ديال هذاك الانسان. وهذاك الانسان حتى هو اللي دخلتيه كيربح 25000 وكتكون عندك النسبه فاش هو كيبدا يلعب وكيجمع وكيلعب وكيجمع كتكون عندك النسبه ديال 10% من الارباح ديال هذاك بنادم اللي بارينيتي هذاك صاحبك ولا راجلك ولا اخوك كيكون عندك نسبه ديال 10%. هو عاوتاني الا دخل شي واحد غيكون عندك انتيا النسبه ديالو ديال 10% وهذاك الخينا الثاني اللي دخلو 5%. يعني هاد لابليكاسيون باش زوينه انك تبقاي تدخلي ليها ناس اخرين وهكذا يعني انت كتربحي وهما كيلعبوا وكيربحوا حتى ما دخلوا ناس كتربحي عاوتاني على حتى الناس اللي دخلوا. هادشي هي باش زوينه هاد لابليكاسيون هادي من غير انك عاوتاني كتشوفي فيها كيف قلت لكم لو نومبر ديال العدد ديال الناناز اللي كثير في اين لعبه ولا في اين اشهار وكتفرجي في هذاك ما بغيتيش تضيعي الوقت كتمشي غير الحوايج اللي فيهم لي ناناز كثار كتفرجي فيهم ولا كتانستاليهم عندك وصافي فهمتوا. يعني هنايا غتربحي الوقت بزاف كيف قلت لكم ما يمكنش نعطيكم شي حاجه ما موثوقاش. انا دخلتها جربتها شويه ومن بعد صورت لكم فيديو. في هذا الفيديو هذا غتلقاو الطريقه ديال كيفاش كتدخلوا لابليكاسيون كيفاش تقدروا تجمعوا لينا ناس فين تلقاو البلاصه ديال باي بال. في هذا الفيديو عاوتاني لا ميم شوز خليت لكم ان كود غتلقاوه في البواط دو ديسكريبسيون اللي تقدروا تستعملوه. هكذا غتكون عندي انا 25000 وانتم 25000. لا بغيتو ما بغيتوش ما تدخلوش دخلوا نيشان. هذا الشيء اللي كان بالنسبه لهاد الابليكاسيون هادي. غنشرح لكم دابا كيفاش الاستعمال ديالها. نتمنى انه تفيدكم كيف كنقول لكم ديما وكتبوا لي تعليقكم شنو تجربتكم مع هاد لابليكاسيون واللي ما مشاركش عندي يشارك عندي باليز. نخليكم مع الشرح ديال هاد لابليكاسيون. تهلاو فراسكم بزاف وكنبغيكم بزاف. Thank you.
Thank you.